بسم الله الرحمن الرحيم. القوة السياسية والمدنية الموريتانية تقف اليوم أمام سفارة أمريكا للتضامن مع الشعب الفلسطيني عموما وغزة خصوصا، ولتشجيع كتائب القسام وما تقدمه من بطولات غير معهودة في العالم، ولتدين أيضا العدوان الإسرائيلي والأمريكي والغربي على الشعب الفلسطيني الأعزل، ولتقول للعالم بكلمة واحدة أنه كفى قتلا، كفى دمارا، كفى تقتيلا، يكفي من 100 يوم وأكثر من قتل الأطفال والنساء الرضع، تكفي وزيادة. فهنيئا للشعب الفلسطيني وتحية له، وتحية لمن يقف معه، ونخص هذه الأيام جنوب إفريقيا، والتنديد كل التنديد بكل المواقف الآثمة لإسرائيل ومن يقف خلفها من الأمريكيين والغربيين. شكراً.